النص تعود من جديد على الجانب الايسر. السباخي يلعب كوره داخل منطقه الجزاء، فرصه الان والتسديد، جول جول، هدف التعديل لفريق ترجي وادي النص ياتي في اللحظات الاخيره من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. هدف غالي جدا للفريق الفلسطيني يسجله القائد سميح يوسف، يتوج مجهوده سميح في هذه المباراة ويسجل هدف بطريقة مميزة جدا. الفريق الفلسطيني يستحق بكل تأكيد هدف التعديل للمجهود الكبير الذي بذله هذا الفريق المكافح في هذه المباراة، وأيضا كان يستحق على الأقل ركلة جزاء في هذه المباراة. الله يا سميح يا ولد على هذه التسديدة على الطاير، السباخي لعبها داخل منطقة الجزاء، لا وقت للاحتفاظ بالكرة من جانب اللاعب القادم من قطاع غزة سعيد السباخي، وسميح وضعها وبقوة على يسار حارس المرمى أحمد عبد الستار ليشعل الفرحة في ملعب فيصل الحسيني، فرحة كبيرة مستحقة للفريق الفلسطيني في هذه المباراة، ونتيجة عادلة لكلا الفريقين، 1-1 ليخرج كلا الفريقين.